دعاء استخارة هذا اللي يقول ركعتين وما أدري. سنة استخارة سنة. إيش في حديث جابر موجود في رياض الصالحين وغيرها تقرأ في رياض الصالحين. حديث جليل صحيح إذا هم الإنسان بأمر غير فريضة وعنده فيه تردد يستخير الله جل وعلا ويسأله بالدعاء المعروف في حديث جابر في صحيح البخاري ومذكور في رياض الصالحين وفي غيره.